انا ضد القرار حتى ما كاينش شي تنفس باش غنتنفسوا بحال دابا ماشي غنسدوا لنا القهوه تاعي وشدوا البحر راه غنمرضوا نفسي الحجر الصحي يديروا ماشي ما يديروش على ماشي ضد الحجر الصحي هو خصهم يخلوا لنا شي تنفس فين نتنفسوا حنايا واش فهمتينا اخويا ولا ما كاينش اما يشدوا عليك البحر دابا يشدوا عليك القهوه صافي راه حتى غتمرض بالكآبه غتولي انت مريض عقليا مغاربه كاملين غير مرضوا بالكآبه ما يبقاش شي تنفس من تنفسو بزاف د الحوايج كنت واجد في شاطئ سيدي رحال كاع الشواطئ بينا سدوهم كلشي تحبس هادشي يعني في صالح الشعب صالح الدوله صالح العالم كامل وكنت منهم من ربي اللي يبعد منا هاد الوباء فهمتيني كنتمنوا خير ان شاء الله غير الحاجه الوحيده اللي كنتمنوا بغينا شي شاطئ اللي غادي نشموا فيه الهواء ونشموا فيه كولوندير شي حاجه زوينه كنتمنوا من ربي فهمتيني هادشي هذا ضرنا وضر المجتمع العالم كامل فهمتي هادشي ماشي لصالح العالم كامل ولكن بغينا شي حاجه اللي نتنفسوا فيها تسدوا قهاوي تسدوا الشواطئ تسدوا كلشي دابا الناس اللي كي دابا كيستافدوا الناس اللي مساكن بائع متجول اللي تشدي لصحاب كرارس يعني هادشي كيضر البلاد عندنا بزاف فهمتيني ماشي صالحنا بان كلشي يتسد يعني الا بقينا تسدينا كلشي اقتصاد ما غيبقاش يعني غنوليو في الهويه غادي نرجعوا ثاني لبحال ديال الحجر ماشي الحجر الصحي عاد الحجاري ولينا غادي نمشي حوايج اللي ما فهمتيني هادشي ماشي صالح الدوله وصالح الشعب كامل نتمنوا من ربي يا ربي يكون الحلول ويديروا لنا شي حاجه زوينه هاد القرار مزيان هاد القرار ضروري خاص يكون خاص بنادم ما يكونش مجموع خاص مسافه على الاقل واحد المترو ولا متر ونص راه حاجه مزيانه صالح المواطنين والشعب يبقى بينه وبين بنادم مسافه راه احسن حاجه بنادم شي ما يتعاداش عادي اخو هذا راه مزيان اخو واش بنادم من عادي قلت انا مريض وهو مريض ما منعاديش شي واحد اخر فهمتيني واش ما يعاديني ما نعادي واحسن حاجه يبقى بيني وبين مترو يعني وخرتي في درجه الحراره يعني طبيعي طبيعي الحال